بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب، الحلقات اللي فاتت اتكلمنا فيها عن 3 نقط على وجه الخصوص. أول حلقة ده كانت عبارة عن في القدر، يعني عموما اتكلمنا عن حاجة اسمها الهاف قدر، اللي بعد منها كانت الفول قدر، اللي بعد منها ازاي أمثل فول قدر بهاف قدر. طيب، حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن حاجة اسمها فور بت باريل قدر يوزنج فول قدر، ازاي امثل 4 بتات بالفول قدر. طيب جميل، يعني خلونا بس كده قبل ما ندخل في موضوع حلقه اليوم نراجع اللي احنا كنا اخذناه من المره اللي فاتت، ها فاكرين؟ طيب قلنا والله، قلنا افرض يا جماعه لو انا كان معايا متغيرين، انا عايز اجمع رقمين، ده اللي احنا كنا بنقوله. اول رقم ايه كان بيمثل لي بت واحد بس، كان عباره عن واحد. الرقم التاني كان بي بيمثل لي بت واحد بس، وده كان عباره برضو عن واحد، وكان معايا ناتج عمليه بره اللي هو كان عباره عن كاري ام، وده قلت برضو عباره عن واحد. تمام، قلت واحد زائد واحد كان يديني زيرو واحد، وانا ما اقدرش اجمع ده، الناتج ده يعتبر ناتج نهائي بالنسبه لدايره مين؟ بالنسبه لدايره الهاف اذر، صح كده؟ لانها ما بتقبلش انها تجمع كاري ان، لا هي بتكتفي بس باتنين انبوتس بتوعها مالهاش دخل بالكاري ان، عشان كده قلت انها ايه؟ هتكون لي الحاجه اللي بعد منها، فقلت والله لا، ده الفول اذر بقى بيجمع لي الكاري الباقي بواحد مثلا، ويديني الناتج بتاعي بيكون واحدين، وده الناتج بتاعي فين؟ في الفول اذر. دولت اللي انا كنت اتكلمت عنهم يا جماعه في النقط اللي فاتوا، تمام؟ لو انا كنت عايز اجمع. والجمع ده كله اهو زي ما انا بنقول، بنكون عباره عن بت وبت، ادي واحد واحد، تمام اوكي؟ وزيرو واحد، عباره عن بتات واحده بس، بت واحد بتجمع مع بت واحد، تمام؟ فاهمني؟ ما اتكلمتش عن اني اجمع واحد زيرو واحد واحد مع واحد واحد زيرو واحد. وهو ده بقى اللي انا هتكلم عنه النهارده، ازاي اجمع 4 بتات واربع بتات. طيب اوكي، جميل. خلينا نفرض ان انا معايا رقمين، قلنا افرض اول رقم لتر ايه، اول رقم كان الرقم ايه، وده عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن 4 بتات، اي 0 ده اول بت اللي هو هنسميه ال اس بي، اللي احنا بنسميه ال اس بي، ومعايا ايه 1 ومعايا ايه 2 ومعايا ايه 3. الرقم الثاني هيكون عباره عن البي، ونفس الفكره بالظبط، ده اول بت، ده طبعا الام اس بي، ها البت الثاني، البت الثالث، البت الرابع. وانا عايز اعمل عمليه الجمع وعمليه الادنج يا جماعه. بفرض انا ان ديت كانت اول عمليه ادنج بعملها، فانا مش معايا كاري، او بمعنى ادق الكاري ان معايا كانت قيمته بزيرو. انا بقول يا جماعه ده اول حاجه اعملها، تمام؟ اول عمليه جمع اعملها، فالكاري ان بتاعي بيكون عباره عن زيرو، ولنفرض شيء. طيب انا كنت بقول ايه زيرو لما اجمع عليها بي زيرو كان يديني، ولنفرض سبميشن زيرو اول سبميشن، ويديني كاري بزيرو، او اقصد زيرو ده يعني اول كاري، اول ناتج ايا كان زيرو او واحد. فكنت بعمل ايه يا جماعه؟ كنت باخد الكاري الاولاني ده ايا كانت قيمته ايه، وبضيفه على بضيفه على الخانه اللي بعد منها، وابتدي اجمع ايا كان زيرو او واحد، ابتدي اجمع اقول والله يا جماعه ده الكاري الباقي من عمليه الجمع الاول بتين، زائد البت الثاني للرقم الاولاني، زائد البت الثاني للرقم الثاني، كان يديني السبمشن الثاني بتاع الجمع اللي انا كنت بقول عليه، واديني اول واديني كاري ثاني. ها نفس الفكره، كنت باخد الكاري دايت اجمعه على القيمه اللي فوق، كان يديني السبمشن الثاني، ها ومعاه الكاري الثاني. نفس الفكره، كنت باخد الكاري الثاني اجمعه على القيم، كان يديني السبمشن الثالث ومعايا الكاري الثالث. ونفس الفكره، كنت باخد الكاري الثالث اجمعه على هنا، ما فيش بتات معايا زيرو، وانا ما فيش بتات فمعايا زيرو، كنت بنزل الكاري الثالث ده زي ما هو. طيب قيمه الكاري الثالث ده حاجه من اثنين، الكاري الثالث اما انه يكون زيرو واما يكون واحد. طبعا لو كان زيرو يبقى السبمشن بتاعي يكون عباره عن المجموعه ديت بس، لو كان واحد يبقى السبمشن بتاعي هيكون عباره عن ايه؟ المجموعه ديت كلها. الامر اللي بيتوقف على ايه؟ على قيمه الكاريدات. لو كان زيرو خلاص ماشي، يبقى المساله ديت بره منك خلاص اوكي، اما لو كان واحد فده يعتبر جزء من المساله ديت. ده تمثيلي لايه؟ الله اكبر العظيم، للقصه بتاعت اربع، اني اجمع 4 بتات ازاي؟ طيب ازاي انا امثل، ازاي اعمل امبلمنتيشن للكلام ده بالفول اذر؟ طيب نركز كده يا جماعه، بنقول بصوا كده، يعني اول فول اذر معايا، وده الفول قدر الثاني، ديت الفول قدر الثالث، وده الفول قدر الرابع، ادي فول قدر فول قدر فول قدر فول قدر. وانا معايا ادي الانبوتس بتوعي اللي هم دايما القيم، ها A0 وA1 نفس الفكره، اقصد B0 A0 B0 نفس الفكره هنا،
A1 وB1، A2 وB2، A3 وB3. جميل، اوكي. ومعايا اول كاري، انا قلت الكاري ان اللي داخل قلت هو بزيرو، اول عمليه بعملها، فقلت بقول يا جماعه بيطلع لي اول سبمشن اللي هو كان قيمته بزيرو، وبعد منها بيكون في عباره عن ايه، بيكون في قيمه الكاري اللي هي بتدخل انبوت. ها الكاري الاولاني بيدخل انبوت للعمليه ديت، انا كنت بقول من شويه اهو الكاري الاولاني ده هيدخل انبوت للعمليه من فوق. جميل. انا بقول ان اول قيمه كانت بزيرو، فده اول كاري معايا كاري بزيرو، هيطلع لي السبمشن الاولاني ومعاه قيمه الكاري. ها نفس الفكره، الكاري الاولاني اول كاري فوق، ها هدخله كانبوت للمساله ديت، هيطلع لي السبمشن الثاني ومعاه الكاري الثاني، هيطلع لي السبمشن الثالث، ادي السبمشن الثاني، وقيمه الكاري الاخيره اللي هي بتكون عباره عن ايه، الكاري الثالث. بس قلت اني ادي الناتج بتاعي، المجموعه ديت يا جماعه هي الناتج، في حين الامر بيتوقف على الكاري ديت، هل هو لو واحد يعتبر جزء من الناتج، او لو كان بصفر فده مش هيعتبر جزء من، او هيعتبر صفر على الشمال فملوش اي قيمه. تمام، ده بالنسبه لتمثيل الاربع بتات يا جماعه. الكلام ده انا ما جبتوش من عندي، الكلام ده موجود في المذكره، وده الرسمه اللي انا كنت بقول عليها يا جماعه، اهو ده الفكره A0 A1، الكلام ده موجود تحت العنوان في الصوره ديت، الفول فور بت ادر باستخدام الفول ادر. تمام، الله المستعان. ده بالنسبه لسلسله الادنج بقى، اللي جاي بقى ازاي اعمل سبتراكتنج، اللي هيكون ان شاء الله باذن الله حديثنا معها مع ايه، مع السبتراكتور. وعندي رسمه برضو فيها الاربع بتات سبتراكتور، عشان نشرح برضو الاربع بتات سبتراكتور هنمشي على نفس المسيره يا جماعه. فكيب ان تاتش ان شاء الله باذن الله. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.